الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مستمعي الكرام، أعزائي الطلبة والطالبات في جامعة الملك خالد الموقرة وفي كل ربوع المعمورة، أهلا بكم ومرحبا. مع الوحدة الثانية من وحدات مقرر التوحيد 5، ذاك المقرر الذي سنتناول فيه بعضا من الصفات الإلهية وننطلق إلى بيان أصول الإيمان. وتأتي صفحات هذه الوحدة عبر دروس متعددة. سنتناول في هذه الوحدة أولا بعضا من تلك الصفات، فتحت عنوان العرش والكرسي والاستواء والعلو والمعية والتكلم. إنها الصفات المتعلقة بالذات العلية، ونريد إيضاحها وبيانها، ولكن كما قلت سيأتي ذلك في بعض الدروس. الدرس الأول عنوانه حقيقة العرش وأدلته، وسيأتي عرض هذا الدرس في عدة عناصر. هذه العناصر نجملها فيما يلي: أولا، حقيقة العرش في القرآن واللغة. ثانيا، الأدلة على ثبوت العرش من آيات القرآن. ثالثا، نبدأ كذلك بعرض الأدلة على ثبوت العرش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، نبرز بعض الشبهات المتعلقة بالعرش ونناقشها في حينها إن شاء الله رب العالمين. أما العنصر الأول، حقيقة العرش في القرآن ولغة العرب، فإن مما لا شك فيه أن العرش في لغة العرب يطلق دائما على السرير الذي يجلس عليه الملك، فكما أن الملك يجلس على سرير فيقال عنه العرش، عرش الملك أو عرش الحكم، فهذا ما يطلق في كلمة العرش، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، أي سرير تجلس عليه. هذا هو المفهوم من كلمة العرش في الاستعمال العربي. أما حقيقة العرش في القرآن، فإننا نجد أن العرب لم يفهموا من العرش غير هذا المعنى الذي طرقنا به أذهانكم منذ قليل. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه نقف على مفهوم العرش عندهم، حيث قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وبهذا المعنى عزيز الطالب، عزيز القارئ، عزيز المستمع، ندرك أن المقصود بالعرش أيضا هو ما يفهمه العرب من لغتهم. كذلك القرآن إنما نزل بلغة العرب، وبين أن العرش هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. والصفحة التالية تكشف لنا مفهوم العرش في القرآن وأدلة ثبوته. العنصر الثاني يقول عنه الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق. إذن سنتناول الآن ثبوت العرش في القرآن والسنة. فالعرش حقيقة ثابتة وعقيدة راسخة في القرآن الكريم. قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. انظر عزيزي الطالب إلى كلمة ذو العرش، الله موصوف بأنه صاحب العرش، وحاشا أن يكون له مثيل في جلوسه عليه. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وصف هناك العرش بالمجيد، وهنا وصف العرش بالكريم، دلالة على أنه لا يجلس عليه إلا العظيم، كما أنه يجلس عليه الكريم على خلقه. كذلك يقول الحق تبارك وتعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه الآية
تشير إلى صفة العرش بأنه يحمله ملائكة شداد. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا ما جاء في سورة الحاقة، إن هذا العرش تحمله كذلك ملائكة، وسيكون هذا العرش يوم القيامة ثمانية تحمله الملائكة، وهذا العرش يجلس عليه الحق تبارك وتعالى جلوسا يليق بذاته المقدسة كما سنعلم. ويقول تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالملائكة يطوفون حول العرش، إذن هو حقيقة ثابتة وقد جاء في القرآن ثبوته. نعم، إن آيات القرآن جاءت بينات ترسخ هذا المعتقد في نفوس المؤمن، وأن العرش سرير تحمله الملائكة بمفهوم يليق بجلال الخالق جل في علاه. أما أدلة السنة على ثبوت العرش فهي كثيرة متعددة، فمن الأحاديث التي تثبت العرش وتؤكد عليه ما ورد في دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم. هذا الدعاء يقوله الإنسان عندما يكون مكروبا، وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الخلائق كلهم يلجؤون إليه سبحانه وهو العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وهكذا نجد أن العرش موصوف بالمجيد وموصوف بالعظيم وموصوف بالكريم، لأنه لا يكون عليه إلا من هذا وصفه. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عرشه، أي عرش الرحمن، على سماواته لها كذا، وقال: بأصابعه مثل القبة، يعني حلق النبي بين السبابة والإبهام، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا العرش كما وصفه حبيب الخلق وحبيب الحق. أيضا أعزائي الطلاب، في صحيح البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن هنا ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن آخر نقاط هذا الدرس، وهي تلك الشبهات التي تثار بين الفينة والفينة ولا يثيرها إلا ضعاف النفوس ومن ذهب عقلهم ووعيهم عن الإيمان بالله الواحد القهار، فهناك شبهات أثارها من ضعف يقينه، ونريد الآن أن نقف على بعضها. ذهبت طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وهذا الوصف إنما هو وصف مادي لا يقول به إلا الماديون، وربما سموه الفلك الأطلس أو الفلك التاسع إلى غير ذلك من مسميات امتلأت بها كتب العقيدة وكتب علم الكلام وكتب الفلسفة. وهذا الرأي أو هذه الشبهة ليست بصحيحة، أو هذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قد ثبت في الشرع أن العرش قوائما تحملها الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والنبي هنا يصف ما كان من أمر موسى عليه السلام أنه آخذ بقوائم العرش، فالعرش هنا له قوائم وليس فلكا مستديرا وليس فلكا أطلسا وليس فلكا تاسعا كما يقول أصحاب الفكر الناقص. وأيضا أعزائي المستمعين، كما أن هناك من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، يقولون إن العرش هو الملك وليس حقيقة يجلس عليها الملك، ولذلك هؤلاء نقول لهم: كيف تصنعون بقول الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ أيعقل أن الملائكة الثمانية الذين يحملون العرش يحملون الملك؟ هذا كلام لا يقول به عاقل، لا يقول به فاهم للغة. أتقولون ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟ وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا من قوائم الملك؟
هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول إن اللغة العربية التي طرقنا أبوابها منذ قليل وكذلك أعظم منها القرآن، لأن القرآن الكريم هو الذي أتى ليؤكد على لغة العرب. القرآن يستشهد به على اللغة ولا يستشهد باللغة على القرآن، وهذه قضية خطيرة يفطن لها العقلاء ولا يقع في براثنها إلا من نقص وعيهم وفهمهم للغة. إذن ليس العرش فلكا ولا العرش ملكا، وإنما العرش سرير تحمله الملائكة كما يراه أهل السنة والجماعة، والله أعلى وأعلم.